من بداية حلقتنا لليوم وكنا عم نسأل عن عمل المرأة، قديش بتحسوا هذا الشيء ممكن يساعد في تطوير من شخصيتها، ممكن يزيد أيضا من تفاعلها بالمجتمع، وأيضا بالتحديد إذا بدنا نحكي عن شيء مهم واللي هو دورها في العمل المجتمعي والاجتماعي. اليوم تنضم لنا طبعا سيدة مميزة جدا ومارست العمل الخيري منذ السنوات، ووجود هاي الجمعية كان مهم جدا لتطوير الشباب والصبايا ونشوف قديش لهم دور فاعل بالمجتمع. تنضم لنا المرأة القيادية السيدة لانا كريشان، أهلا وسهلا فيكي، إحنا سعيدين جدا بوجودك معنا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. يعني خلينا نحكي عن جمعية الأنوار للسيدات الخيرية، هالجمعية اللي كنت عم تخبريني لها 8 سنوات ما شاء الله عليكم، خلينا نحكي عنها وعن هال8 سنين اللي كنتم موجودين فيهم. طبعا جمعية الأنوار الخيرية هي جمعية خيرية تأسست في عام 2010. كان الهدف أمامنا يعني التركيز على الشباب والمرأة، بس إحنا تحيزنا للمرأة بشكل أكبر. هلأ بدأنا على قضية التمكين الاجتماعي، بعد هيك تعرجنا للإشي الاقتصادي، وبعدين التمكين السياسي. طبعا لما بدأت الجمعية بدأنا بمجال التمكين الاجتماعي، لأنه كانت الأسرة هي بحاجة لقضية التمكين الاجتماعي في عدة مجالات. إحنا بدأنا في مكتب الإرشاد الأسري، هذا المكتب حاليا استقبل أكثر من 7500 حالة، كانت من أبناء محافظة معان والجنسيات الأردن المختلفة يعني من الدول الأخرى. هلأ هذا المركز قام بقضية الدعم النفسي والاجتماعي، وهي قضية تعرف هي تحدي في بداية عملنا، أنه المجتمع يتقبل أنه مثلا المرأة أو الفتاة أو حتى الشاب يجي لمرشدي ويحكي قضيته وهي توجه التوجيه الصحيح. فبعد هيك وجدنا احتياج آخر للنساء والرجال طبعا والشباب بشكل عام، أنه قضية التمكين القانوني، فتشاركنا مع مركز العدل وفتحنا عيادة قانونية في الجمعية، تم تأسيسها في عام 2013. لغاية الآن استقبلنا 350 حالة ما بين قضايا ترفعنا فيها في المحاكم وما بين استشارات قانونية. طبعا الجمعية بعد هيك تعرجنا لقضية التمكين الاقتصادي. هلا تعرفي أنت ثقافة العيب في المجتمع أنه المرأة دخولها في مجال الخدمات يعتبر تحدي كبير للمرأة. هلا الناس بتنظر أنه الفتاة خلص جامعية أنها ممكن تحصل على وظيفة مثلا في مجال مؤسسي مثلا تكون حكومية. إحنا بدنا نغير هذه النظرة. هلأ بتعرف الوظائف صارت محدودة بالذات مش بس في محافظة معان، في أي محافظة من محافظات الأردن. هلأ إحنا عم نشوف نشاطاتكم، عفوا ما بدي على المقاطعة، لكن إحنا عم نشوف بعض من النشاطات اللي بتقوموا فيها، وفي مجلات الملكة رانيا أكيد، ويعني كان لكم لقاء مع يعني عدد من رجال الدولة وأصحاب الأماكن، وإلكم يعني بارزين بأكثر من عمل بأكثر من مكان. أكيد يعني لقاءنا مع جلالة الملكة رانيا العبد الله حفظها الله كان أكيد يعني لقاء مميز، ودعم إنه طبعا إنها دعمتنا، يعني كمان إنه يعني مكتب ملكة وإنه نكون كهيئة إدارية نتقابل معها وتسمع تحدياتنا ومشاكلنا وتأخذ في إيدنا، هذا كثير إشي رائع. يعني هلا كمان أنا بتوجه بالشكر الجزيل لجلالة الملك عبد الله حفظه الله، لأنه من خلال مكتب جلالة سيدنا إحنا حصلنا على مكرمة ملكية لبناء مقر دائم للجمعية. هذا الإشي أكيد رح يأخذ بإيدنا، لأنه الجمعية أصبحت من خلال 8 سنوات فيها مشاريع ثابتة، زي ما حكيت لك قضية الدعم النفسي، قضية العيادة القانونية، مشاريع التمكين الاقتصادي والسياسي. هلأ صارت احتياج للشباب، فبالتالي إحنا لازم يكون في ديمومة في عمل الجمعية. أكيد هذا البناء رح يكون الآن يعني يكون في ديمومة لعمل الجمعية، إنه صار عملها خلص قائم أكيد. في المحافظة. أنا بدي أسألك خلال هال8 سنوات يعني أكيد شفنا تقبل يمكن للناس بطريقة مختلفة، صرنا نشوف في وعي بموضوع عمل المرأة وخاصة بأعمال ثانية، يعني هل حسيتي أو لمستي فرق مثلا بتغيير نفسي، تغيير على تقبل المجتمع للجو اللي احنا فيه؟ هل صار في تفاعل أكثر من قبل الناس أيضا لدعم المرأة في قطاع العمل؟
أكيد طبعا. هلا النساء لما تعرف إن هي في النهاية بدها تتدرب في مجال، وبالذات في المجال الخدمي، وهي في النهاية بدها تحصل على وظيفة، فبالتالي أكيد بده يكون عند الأسرة وعي إنه لدور المرأة أكيد إنها لازم تدخل في هذا المجال صح. حتى إنها تحصل لوظيفة. وعلى فكرة مش بس قضية التمكين الاقتصادي، حتى إحنا بنحكي في قضية التمكين السياسي. هلا إحنا دربنا كثير من النساء، يعني كثير من المرشحات مثلا طرحوا أنفسهم للمجالس البلدية أو لمجلس اللامركزية أو للمجلس النيابي. هلا في النهاية ما كان عندها خطة، ما كان عندها قدرة على تصميم بيانها الانتخابي، كيف إنها بدها تحكي بيانها الانتخابي. طبعا دربناهم حتى قدام الرجال، عملنا يعني إنهم طرحوا صمموا بيان انتخابي، طرحوا بيانهم الانتخابي. هذا ساعد كثير من النساء في إنهم فازوا في المجالس المحلية اللي هي كانت العام الماضي أكيد طبعا. والقادم. هلا أنا بدي أسألك، التحديات اللي واجهتك أنت لما أسستي الجمعية ولما بلشتي فيها، يعني إنك ترأسي جمعية وتتطور لهي المرحلة اللي إحنا موجودين فيها، قد إيه كان صعب عليكي؟ قديش العمل الخيري أيضا ساعدك بتطوير شخصيتك ووجودك بالمجتمع؟ على الصعيد الشخصي أكيد بعترف الجمعية كثير ساعدتني في التشبيك وفي العلاقات وفي بناء قدراتي ومهاراتي، كما ساعدت الفتيات اللي امبارح حكينا في مهرجان اللي عملناه للولاء للوطن والقائد. كنت أنا فخورة لما حكوا بقصص نجاحهم وقديش كان للجمعية أثر في بناء شخصيتهم وفي فتح فرص وأفاق أمامهم. يعني إحنا بنحكي في بصراحة، يعني أنا بوجه كمان شكري لكل المؤسسات في محافظة معان، لكل المؤسسات الحكومية والجهات والمؤسسات المجتمع المدني. إحنا ما بنشتغل لوحدنا، أكيد ما في نجاح بتكون أنت لوحدك، وتشاركية وتشبيك في المجتمع وكل الناس. لا أنا عم بدي أحكي عنك بداية لما انت بلشتي، يعني هل واجهتي تحديات؟ هل أكيد كان في طبعا. رفض؟ هلا المجتمع أنت بدك تكون كشخص قيادي، بدك تشتغل في مواضيع نوعا ما المجتمع بده نوعا ما رسائل حتى يتقبل هذا الموضوع، يعني بدك تحكي في مواضيع ترفع وعي في بعض المشاريع اللي بدنا بالذات نشتغلها. هلا إذا أنا كنت كشخصية قيادية، يعني أكيد المجتمع بيفتخر فيي كإنسانة قيادية، لكن نوعا ما إنه لسه في معيقات أمامنا إذا بدنا ندخل في مجال التمكين ما أنا هذا اللي السياسي. بحكي لك إياه، يعني يعني أوقات في تحدي إنه مثلا بتعرفي ثقافة المجتمع لما بيكون مجتمع عشائري أكيد بنظر دائما الأولوية للرجل في أي صح مجال، بس للأسف. إحنا للأمانة يعني بالعكس أنا لقيت مساندة من المجتمع، لكن في بعض المواضيع لسه المرأة لا زالت بتواجه تحديات. نتمنى إنه ثقافة المجتمع يكون فيها تغيير للأمام يعني إن شاء استطلعنا الله. احنا بدنا نشكرك وبدنا نحكي لك احنا دائما فخورين فيكي وفخورين بالنساء اللي بتفكر مش بنفسها، بتفكر بمجتمعها، بتفكر بالمجتمع المحلي والصعوبات اللي بتواجه المجتمع المحلي. انا بس بدي احكي نقطة ما بعرف اذا انت بتأيديني، يعني خلال السنة هاي اللي مضت استضفنا عدد كبير من السيدات اللي صاروا يعملوا مشاريعهم ببيتهم، صاروا يشتغلوا، صارت هي الست اللي تصرف على البيت من غير ما تطلع تشتغل في مكان معين. فهل انت عم تلمسي هذا الفرق؟ هل انت عم تشوفي فعلا هناك سيدات قادرين يعطوا لهذا المجتمع اكثر، وصار في هم من ذاتهم عم بحس انه قادرين يطوروا من انفسهم ومن ذاتهم؟ يعني احنا كان عندنا تم دعمنا من الديوان الملكي بصندوق ائتمان محلي مولى من خلاله 35 امرأة في مجال المشاريع الصغيرة. هي صح واجهت تحديات، لأنه تعرف أوقات التمويل للمشاريع الصغيرة بيكون في تحدي إنه بسيط شوي، يعني ممكن إنها تبلش في مشروع بس تواجه تحدي إنها بدها تمويل بشكل أكبر. صح. لكن أنا هاي رسالة بوجهها لكل امرأة في المجتمع، إنها هي إنسانة قادرة على التغيير، قادرة على مواجهة التحديات. وعلى فكرة كنا نلاحظ إنه كثير نساء يجونا مثلا على الجمعية تكون هي نعطيها الطموح، نعطيها انه انت انسانه قادره، ففعلا يعني بعد فتره نحفزها فيصير تغيير كامل في والله على فكره حياتها. الدعم المعنوي جدا مهم، يعني اكيد لما انت تضلك تزرع بهذا الشخص انه انت قادر وانت تستطيع. هلا عم نسمع قديش بيقولوا لك التفكير الايجابي ونشتغل على شخصيات البني ادم، اللي عم تحكيه جدا مهم، يعني احنا اذا اشتغلنا على ثقتهم بنفسهم وعلى تطورهم بذاتهم خلص هم بالنهايه رح ينشئوا هذا الجيل. يعني يمكن انتم طريقكم كانت اصعب كثير من اللي راح يبلش هلا ويبتدي المشوار هلا. فسيدة لانا كريشان يعطيكي الف عافيه، وتشرفنا بوجودك معنا، وان شاء الله دائما وابدا هيك تضلكم بالمقدمه وتضلكم دائما تتحفونا بكل ابداعاتكم. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء الطيب.